بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب. الآن الحين يا شباب عندكم لاحظوا هنا في ملف، هذا الملف الحين مثلا ميسيليانز ميجرمنت هيموديتي ميوتشر ميجرمنت، طبعا انتم تاخذون هذا وقد سويتوا له نسخ، تمام؟ قد سويتوا له نسخ وكبي، تمام؟ بعد ما تسوون النسخ وكبي بتاخذون الصور هذه تنسعونها. طيب عشان تاخذون الصور هذه لا تاخذها من هنا، يعني لا تاخذ بهذه الطريقه شباب، ما تنفع، لازم تاخذها برنت سكرين، تمام؟ تاخذونها شباب ايش على شكل برنت سكرين. طبعا عشان تكون الصوره واضحه كبر الصوره بشكل كبير شوي، تمام؟ وانا حسوي لها برنت سكرين واطبعها هنا، نحطه اسوي لها كات بهذا الشكل كات. طيب اجي عند الملف اللي نسخته انا، هذا ملف الحين نسخنا الكلمات، نسخنا كل شيء، ضبطناها مثلا، ضبطناه عدلنا. لاحظوا الحين ما في ترقيم تلقائي هنا، ما في، لا يوجد ترقيم تلقائي. طيب انا بحط الصورة هنا. طيب شيك اول شيء، هذا يكون هنا السهم ذا، ويكون هذا النص يسار الى يمين. طيب بعدها حطوا الصورة كبيرة شوي، صغرها. الان تجي عند الريفرنسز، انسيرت كابشن فيجر، تكتب كذا نيو ليبل، تكتب هنا فيج اندرسكور 13 بوينت، او اندرسكور ثاني، بعدين اوكي. شفتوا اللي حطوا؟ لكن انا بختار هذا لاني قد كتبته سابقا، فبختار هذا. لاحظوا هنا قائمة حاجة قد كتبتها سابقا، لاحظوا هذه بنختارها، ما انا بختار هذه مثلا. لاحظوا معي المشكلة هنا، طلعت لي مشكلة هنا مجرد اني حطيت هنا النسخ. شوف ايش صار هنا معي، ليش؟ لان هنا يعطيك هنا النص بناء على هذا النص. طبعا احنا الترقيب هنا حقنا، فناخذ اشيله نسوي له واربنج، تمام؟ هذه نلغيها، نلغيها تماما. طيب احنا تأكدنا من النص، عندنا النص جاي من اليمين اليسار، من هنا برضه من اليمين اليسار، كل شيء تمام. طيب references اختار هذه 13.1، لاحظتوا شباب ضبطت معي. طيب الاشكالية ان هذا ما يأشر على هذا، شوفوا لاحظوا التظليلة، هذا علامة التوماتيك. طيب قبل ما نضبط التأشيرة اول شيء ننسى العنوان، سلينك سايتروميتريك، يعني اكتب العنوان يا شباب، اكتب ايش العنوان. طيب سلينج سايكلو متريك، الان دالحين عندي الفيجر هنا ما يأشر على هذا الشيء، طيب ابغى يأشر عليه. لاحظوا الحين انا باخذ رسمة ثانية، باخذ هذه مثلا الكتابة اللي هنا، وبعدها باخذ رسمة ثانية هنا، هذه هيجروميتر برضه كات. بنزل اطبعه نفس الشيء، اصغره، ابصي لها ريبرسينج. الان بختار هذا 13.2 ولحطه تلقائيا يترقى معي، واكتب عنوانه هير هادر ميكتريك، تمام. الان الترقيم موجود، نفس نظام الترقيم 13.2 13.1. طيب الان هنا مشكلة ما يسوي لها رفرنس، شو تسوي؟ تبغى تكتب هنا مكانه، شيل هذا، هنا كروس ريفرنس، تمام. وتجي هنا عند هذه وتقول له اختار فيج 13 اللي اخترناه احنا، اللي قبل شوية اخترناه كترقيم لنا، كنظام ترقيم لنا، هذا
شوفوا لاحظوا سلينك سيكومتريك وهير. طيب ايش هنا انتر كابشن يعني بيقول كل هذا بيحطه، احنا ما نبغى كل هذا، احنا فقط اولي ليبل اند نمبر انسرت. لاحظوا شباب فقط انسرت نفسه، بس لاحظوا شو يصير، لاحظوا اذا ظللته يتدكن، معناته ان هذا صار الان اوتوماتيك تلقائيا يترقم، تلقائيا ايش يترقم.